السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم زملائي الأعزاء ومحاضرة جديدة في دبلومة الجرافيك والمحاضرة الثامنة بإذن الله للفوتوشوب. حابة أشكركم طبعا لالتزامكم وحضوركم معايا ده أولا. ثانيا حابة بجد أشكركم على مجهودكم معايا وشغلكم، أنا مبسوطة جدا 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 بالنتائج اللي أنا شايفاها دي، والله ربنا يبارك فيكم وإن شاء الله يا رب يقدرني إني أقدر أفيدكم أكتر من كده بعون الله. بداية أنا حابة أعرض الشغل، أنا مبسوطة جدا المرة دي ولازم أعرض الشغل حقيقة، يعني حاجة لله ما شاء الله، يعني بدأنا نتقن، بدأنا نعمل تحديد، بدأنا السلكت يبقى واضح، يعني حاجة حلوة. بس أستاذ عيد عايزة إيه؟ الفونت يبقى أكبر. بصوا يا جماعة، في حتة الفراغ والمساحة اللي اتكلمنا عنها قبل كده، لازم الصورة تبقى إيه؟ متناسقة، يعني دي تصغر شوية، تبقى مثلا مقاس الصورة دي، الكيو آر كود برضو يبقى صغير شوية، الخط يبقى إيه؟ أوضح عشان تم الجذب للصورة بتاعتك. بس الله أكبر، يعني شغل حلو جميل، حاجة بسم الله ما شاء الله، الله ينور. لا يا جماعة، ده انتوا كده هتعدونا، الله أكبر عليكم، شغل بإتقان وحاجات حلوة، الله أكبر عليكم. يعني ملاحظة ناس عاملة تغذية بصرية، الأستاذة هبة برضو الفاشون بتاعك حلو خالص يا أستاذة هبة، أفكار حلوة كده وجميلة متداخلة، تناسق ألوان جميل، حاجات حلوة والله. طبعا الأدوات اللي استخدمتها أو الصور اللي استخدمتها في الموضوع جميلة، صور واضحة حلوة أحييك عليها. الأستاذ وليد جميل يا أستاذ وليد، الله ينور، الطيور حلوة برضه أحسن من أي حاجة تاني، جميلة الله ينور. أنا مبسوطة بالسليكشن، بدأنا نتقنه وحاجات، يعني الله أكبر عليكم. أستاذ أشرف، هنا مس دعاء، جميل يا مس دعاء، أستاذ أحمد، أستاذ أحمد عامل تغذية بصرية وده باين من الشغل بتاعه، لأن في مجلات فعلا أنا شفتها بالشكل ده، يعني الله يديك الصحة بجد، يعني التغذية البصرية بتفيد يا جماعة في إيه؟ انا شفت غلاف مجله حلو زي كده، عملت زيه، انا عايزه اقلد، ما هو شغلي انا بدايه هو عباره عن ايه؟ تجليد. انا شفت الشكل ده، جمعت صوره من زي هنا وصوره هنا وصوره من هنا، وكتبت فونت زي كده، وكتبت خط زي كده، وعملت شيب هنا، روعه الله يديك الصحه يا استاذ احمد بجد. يعني التغذيه البصريه يا جماعه اولا واخيرا هتديك تديك حاجات بكتير، بحاجات كتير. انا شايفه صوره، من الصور دي هقدر اعملها في اكتر من شكل، اشكال المجلات اللي وريتها لكم في البنترست او البيكسل، ادخل وجلد واتفرج، هتلاقي متعة وانت بتشتغل. تمام مس عبير الفشل، استاذ امير الرياضة النهارده الزمالك، تمام نشوف حاجات حلوة والله، الله يديكم الصحة ويبارك لكم، يعني بجد جميل مس دعاء، وتداخل الألوان حلو حلو خالص، في حاجات حلوة خالص يا جماعة، دي كمان جميلة خالص، دي كمان فاشون مستر أشرف حلوة خالص. بس برضه مستر أشرف اعمل تباين بين اللونين، يعني البدلة السوداء والجزء ده غامق، فعايزين تباين عشان شكل البدلة يظهر، انت بتعرض منتج مثلا، فانت لازم توضح شكل المنتج أكتر. مش عارف ازاي اسيب بوست حيامس ولا جميل، الله ينور، وده تقريبا شغل المرة اللي فاتت، احنا ما شفناهوش، حاجات حلوة بروفيشنال وجميلة، والناس دي تغذية بصرية عالية، لا باين باين بجد، الله يديكم الصحة، شغل راقي وحاجة يعني مبسوطة جدا 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 بالشغل بتاعنا، وإن شاء الله يا رب نكمل بالحماس ده بإذن الله.
طيب حابة أقول كلمة عن التغذية البصرية. يا جماعة بصوا، لما ندخل في أي شكل من الأشكال كده ونتفرج عليه وعايزة أعمل زيه، عايزة أعمل الشكل ده، عايزة أكرر الشكل ده، هتلاقي نماذج كتير، حاجات كتير أنت نفسك هتحب تقلدها. فأنا حابة نعمل تغذية بصرية في المواقع اللي أنا مديها لك، هتفيدنا جدا. لما نطلب تاسك ادخل شوف وقلد، التقليد ده هو اللي بيديك الحرفية في البداية، إن أنا عايزة أقلد الشكل ده وأعمل زيه. ندخل النهاردة بعون الله، ما قلناش عنوان المحاضرة بتاعتنا إيه. إن شاء الله النهاردة عنوان المحاضرة بتاعتنا هيكون عن ال kind of layers. إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت يا جماعة عن أنواع ال layers، واتكلمنا إن في pixel layers سريعا كده، وقلنا layers يعني إيه، اللي هي الطبقات المكونة بالنسبة لي لصورة، وقلنا الفوتوشوب بيعتمد على ثقافة الليرز. طب أنا عايز أعرف الليرز دي أنواعها إيه عشان أتعامل مع كل واحد بالطريقة بتاعته وأعرف أستخدمهم إزاي. مبدئيا عندي أنواع من الليرز. أول نوع اللي اتعرفنا عليه قبل كده اللي هو البيكسل ليرز، وإحنا فاكرين شكله. نبدأ كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم نيو، واختار أي شكل لللايرز وأقول له مثلا إيه كريت. عملت شكل لللايرز أهو بتاعي. طيب اللايرز بتاعي ده أنا عايز أضيف أي حاجة عليه، قلنا هنعمل إيه، كريت نيو لير، واضغط على علامة السهم دي. شايفين اللاير ده سميناه المرة اللي فاتت إيه، سميناه ايه، بيكسل لير. البيكسل لير ده هو اللي بعدل عليه اي جزء في الصوره، واتفقنا ان الابيض ده ملناش دعوه بيه، الابيض ده مش هنلعب فيه خالص، احنا هنلعب في البيكسل لير اللي انا بنشئه. بص يا جماعه، في حاجه عايزه اعرفكم عليها قبل ما ابدا. انا عندي نوعين من الادوات، بيكسل تولز وفيكتور تولز. يعني ايه؟ يعني في ادوات بتمشي على البكسل وفي ادوات لونيه للتشكيل والتحرير. طيب افصل اكتر من كده، افسرها ازاي؟ اقول لحضرتك بص كده، الادوات اللي زي دي الدادج تول او الجريدينت او الادوات اللي فيها بروشات دي بسميها ايه، البكسل تولز، ادوات البكسل تولز. ليه؟ لأن هي الأدوات دي اللي بتمشي على البيكسل بتاعي. دي أدوات تلوين. أدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. تلوين وتعديل. طيب أمال إيه الأدوات الفيكتور اللي أنت بتقولي عليها؟ بقول لك بص، الأداة اللي زي الشيبس أو الأشكال أو البنتول، دي أدوات تحرير. بكتب بيها او برسم بيها وبستخدمها. طيب تعالوا نشوف بالتفصيل الكلام اللي انا بحكيه ده ايه. اقول لك مثلا احنا قلنا الادوات دي التمانية دول عباره عن بروشات في استخدامهم، فرش. لما بضغط على البيكسل لير بتاعي بقول لك عايز مثلا الفرشه دي، البروش تول، واستخدمتها ولا لا، الأداة دي مشيت معايا ولا لا على اللير بتاعي. مشيت، لأنها من أدوات البيكسل تولز. طيب إيه تاني ممكن أعمله من الأدوات دي؟ شايفين الأداة دي اللي اسمها جريديان؟ لو ضغطت عليها كده عندك لونين، أو أنا عايزة أغير الألوان وأضغط هنا أختار اللونين اللي أنا عايزاهم بالدرجة اللي أنا عايزاها. أنا بدي مثال بس، تمام؟ بقول له اوكي. الاداه دي بستخدمها ازاي؟ بصوا كده، لو وقفت في الطرف هنا عملت كده، انا هنا على اللاير بيكسل او بيكسل لاير، وقفت على الطرف ده وعملت كده، ضغطت كده ونزلت كده، ايه اللي حصل؟ اتغير شكل اللاير باللون الجريدينت بتاعي، واي لون انا عايز اختاره هختاره.
في انواع كتير من الجريديانت بتاعتي اللي ان شاء الله هندخل فيها بتعمق الايام الجايه. طيب لو مسحته من الاول وجيت من تحت وعملت كده، بصوا كده الاداه دي بتديني التدرج زي ما انت عايز، من فوق لتحت او من تحت لفوق، ده كمان بتديك التدرج من الجنب كمان زي ما انت حابب اللون بتاعك التدرج يبقى الشكل. دي اداه من ادوات البيكسل تولز، عشان كده مشيت على اللير بتاعي اللي هو ايه البيكسل لير. تمام معايا شباب لحد دلوقتي؟ طيب ايه تاني من انواع البيكسل ليرز؟ اقول لك انت لو جبنا صوره فايل اوبن، واجيب اي صوره كده من عندي مثلا واعمل لها ايه سيلكت اي صوره ايا كانت مثلا دي، اقول لها اوبن. فاكرين يا جماعه كنا بنعمل ازاي سيلكت لاي صوره؟ فكروني كده بسرعه، انا بعمل ازاي سيلكت لاي صوره من الصور دي؟ بعمل ايه؟ عند ادوات السيلكت بحدد الصوره بتاعتي اللي انا عايزه اشتغل عليها. انا ملاحظه ان في ناس الريفاين ايدج بتاعها مش دقيق، عايزه امشي ايدي اكتر على الريفاين ايدج. طب تعال بسرعه نعمل تحديد للصوره بتاعتنا دي، نكبرها كده ونشوفها. هختار مثلا سيلكت واقول له سيلكت سبجكت. انا ملاحظه ان في تباين في الصوره، فاكيد طبعا التحديد بتاعي او السيلكت بتاعي هيبقى ايه دقيق. بس انا ما بعتمدش مبدئيا على السيلكت الاولي، فاكرين السيلكت الاولي ما بعتمدش عليه، عشان كده هقول له سيلكت واختار ايه سيلكت اند ماسك. احنا كده بنراجع مع بعض جزئيه السيلكت اند ماسك. تمام، قلنا هنا اختار اللون اللي انت عايزه ويظهر ليك، واخترت انا مثلا اللون ده الاورنج، وطبعا عملت ايه ريفاين ايدج. هنا يا جماعه لو حابه اكبر الشغل بتاعي عشان اشوفه كويس اضغط هنا اكبر الشغل بتاعي عشان اشوف انا بشتغل عليه، اكبر زي ما انا عايز. نيجي هنا على الريفاين ايتش واحاول اصغر في قطر الاداه عشان ما تاخدش في العنصر نفسه او في الصوره نفسها، انا عايز بس ايه الاطراف بمشي عليها زي ما خدنا المره اللي فاتت كده على كل الاطراف بتاعت الشعر علشان تظهر لي ادق الاطراف معايا. المفروض ان امشي سريعا طبعا عشان ايه اخفي، بصوا اي لون زياده ما بين الشعر بحاول اخفيه عشان ابين ايه المفروض الصوره كلها يتعمل لها ريفايل ايش، عشان لو في اي زياده ما تطلعش معاك يا جماعه الجوده بتاعت السليكشن بتبان من الريفاين ايش مش بس الشعر اسمه كله. عليها كده اي زيادات عندنا كده لو ملاحظين اي حاجه زياده بمشي عليها افتكر طبعا ايه اكمل لبقيه الصوره بتاعتي. احنا هنمشي بس سريعا عشان الوقت، اي زيادات في الصوره هتشيلها بالريفاين ايدج. قلنا المرة اللي فاتت إن إحنا هنختار مبدئيا إيه الاختيار بتاعنا في السيشن، هنا بختار نيو لير حتى الآن، يعني لسه هندخل النهاردة في حاجة تانية وأديله الأوكي. شايفين كده الشكل ده؟ صغر تاني عشان نرجع نشوف زي الأول تحديد وجودة التحديد إزاي.
نادي التحديد بتاعي. تمام، يا ترى اللير ده او الشكل ده بيكسل ولا مش بيكسل لير؟ ايه رأيكم لو خدته حطيته هنا على الصورة بتاعتي؟ بيكسل ولا مش بيكسل؟ بيكسل ولا مش بيكسل؟ بيكسل. طب هتقول لي اعرف ازاي انه بيكسل؟ اقول لك بص، فاكرين الادوات اللي ما بتمشيش غير، تمام مستر عيد مس هبه، تمام، الادوات اللي قلنا عليها ما بتمشيش غير على البيكسل. تعال نجرب كده الاداه دي اللي هي دادج تول مثلا، دي بتفتح، بصوا كده لو استخدمتها مثلا الالوان بتاعتي، فتح لي، بصوا كده لون فستان الحته الغامقه دي، فتح او عايزه اغمق، الاداه دي بتغمق، بصوا باين لكم، بصوا النقطه اللي انا ركزت عليها غمقت اللون، بصوا الاداه دي ما بتشتغلش شغاله على ايه؟ البيكسل لير. يبقى انا عرفت ان انا شغاله على البيكسل لير، ان ادوات البيكسل تولز اشتغلت معايا عليه. تمام يا شباب؟ تمام. طيب انا عندي هنا، لو قلت ايه النوع الثاني اللي هتقولي لنا عليه من الليرز؟ انا عندي النوع الثاني اسمه ادجستمنت لير. فاكرين ادوات الادجستمنت دي يا جماعه؟ ننزل دي شويه كده عشان نشوف بقيه الادوات بتاعتنا. فاكرين ادوات الادجستمنت لير؟ فاكرينها؟ هي ليها لير خاص بيها؟ هقول لك ايوه. طيب ازاي؟ تعال الاول نشوف الليرز، لازم اظهرها قدامي عشان اوريك الفرق بين الليرز وانا بستخدمها. ادي الليرز، تمام، الليرز كده على جنب، البانل دي خليها قصادي كده عشان نشوف احنا بنشتغل في ايه. تمام، الادجستمنت لير لو انا ضغطت مثلا على الابيض والاسود، ملاحظين يا شباب شكل اللير بقى ايه؟ دول بيكسل وظاهرين واضحين قدامي. طيب ايه ده؟ ده لير جديد بشكل جديد. اقول لك بص، البيكسل لير عندي فيه مميزات حلوه اللي انا من شويه اتكلمت عنه، ارجع له الاول تاني عشان اتكلم على مميزاته. كنترول زد، اقول ايه؟ عندي انه قابل للتعديل عليه. يعني مثلا انا ادي البيكسل لير بتاعي وعملت له كنترول تي، هكبر واصغر براحتي ولا لا؟ قابل للتعديل عليه. طيب الادجستمنت لير ايه مميزاته هو كمان؟ اقول لك ايه ده، قابل للتعديل هو كمان، وكمان تعديله ممكن بعد ما اقفل الملف اعدل عليه برضو. طيب وريني ازاي. اقول لك مثلا انا اخترت اللون الابيض واسود ده، تمام، وعايز اعدل في الصوره بتاعتي الشكل اللي انا عايزه، اعمل كده اعمل كده، الشكل اللي انت عايز تعدله براحتك في الصوره بتاعتك زي ما جه. تمام، طب انا ملاحظ ان هنا اللير بتاعتي شكلها اختلف، البكسل شكلها كده. طيب امال ايه اللي انت حطاه ده؟ اقول لك بص، اللير ده قابل للتعديل عليه ازاي؟ انا لو ضغطت كده او هنا هلاقي نفسي ايه؟ بقدر اعدل على اللير بتاعي. شكل اللير نفسه، بصوا شكل اللير نفسه بقى ايه؟ بلاك اند وايت، اللون اللي هو واخده. طيب في حاجة لاحظناها كلنا يا جماعة، أنا ليه لما استخدمت الأدجستمنت لير غيرت في شكل الصورة كلها؟ طب أنا عايزة البنت بس اللي يجي عليها التغيير. أقول لك بص على حاجة حلوة كده هنعملها مع بعض، اسمها إيه؟ الكلابينج ماسك. يعني ايه؟ بص كده انا الت ما بين الاثنين وكليك، ايه اللي شفناه بقى؟ ده التغيير بتاع الادجستمنت لير نزل على بس اللير اللي تحته. لاحظتوا الفرق يا جماعه؟ تاني
الادجستمنت لير اي واحده فيهم بستخدمها من دول، وان شاء الله نتكلم عنها برضو بالتفصيل، بتغير لي الالوان بتاعت الليرز كلها وتاثيرها على كل الالوان. طب انا مش عايز اغير غير بس مثلا البنت ما بين التنين ليرز دول في النص، بضغط Alt، بصوا ظهرت لي العلامه دي، وديها كليك، ودي كمان ظهرت علامه الارتباط بين الاثنين دول، بس مفيش غير البنت بس اللي اتغير اللون او خدت الصفه بتاعت الادجستمنت لير. تمام يا شباب كلكم معايا؟ بالاضافه ان قابله للتعديل زي ما اتكلمنا، اكبر واصغر واعدل فيها. تمام كده؟ ده اسمه ايه؟ كلابينج ماسك، الارتباط ما بين الصورتين دول. بس لو عايز اعمل العكس اعمل كده، بس اكون فاكك الاول كنترول زد، افك الكلابينج ماسك نفس الطريقه، اضغط ما بين الاثنين واعمل الت واضغط ما بين الاثنين. بصوا العلامه دي اللي ظهرت معناها ايه؟ تم فك الارتباط. طب انا عايز اعمل العكس، بصوا كده واضغط هنا Alt Clubbing Mask، تم التأثير بس على الخلفية. تمام كده يا شباب؟ ده بالنسبة لنوع اللير الثاني اللي اسمه ايه؟ Adjustment Layer. طيب في حاجة اسمها الفيل لير. الفيل لير، بصوا يا جماعة، احنا قلنا ان اختيار اللون الخلفي ده اللي بنعملوه بالالت والكنترول باك سبيس ده مش احترافي بالمره. الاحترافي بقى اللي هناخده ان شاء الله حاجه اسمها فيل لير. ان انا اول ما اعمل لير واضغط هنا على الدايره دي كليت نيو فيل، بيتملي تلقائي يا اما بلون اهو اللون اللي انت عايزه، اللون الخلفيه اللي انت عايزها تختارها من هنا، ده السوليد او اللون السادة اللي بنقول عليه باللغة العربية، أو الجريديانت أو الباترن النموذج، يبقى ده اسمه فيل لير. طب بصوا كده شكله، على فكرة كل لير ليه مميزاته، ليه شكله. بصوا على الفيل لير أهو شكله، ده الادجستمنت لير، وده شكل مين؟ الفيل لير. طب ده ايه مميزاته بقى؟ بقول لك بص، ضغطت في اي وقت للتعديل على الخلفيه اهو، اضغط هنا وايه واعدل زي ما انا عايزه في الخلفيه بتاعتي قبل التعديل عليه في اي وقت. بص كده، والتعديل بيكون في اي لون انت عايزه، بضغط بالتعديل ضغطت على اللون، انا عايزه اغير اللون ده، انا مش عاجبني، هختار اللون ده زي ما انت عايز وتديله الاوكي. يبقى برضو الفيل لير من الالوان الاحترافيه اللي ممكن اغير منها الشكل بتاعي. خلاص احنا مش هنقول باك جراوند ولا فور جراوند ولا الحوارات دي، هناخد حوارات احترافيه اكتر بالفول لير. نضغط عليه واغير في الشكل بتاعي، هعرف شكل الفول لير منين؟ اهو مديني اللون الخلفيه وبيقول لي لو عايز تغيرها في اي وقت اضغط كليك عليها واغير اي وقت عايز تغير اللون بتاعك. ايوه مس هبه، تقريبا انت تسالي حاجه. بصي يا استاذ عيد، اللير العادي هو بتاعنا، تمام؟ شكله عادي. الفول لير اهو مكتوب عليه كولر فيل في اللير، وجنبيه علامه اللون اللي قابله للتعديل اللي اتكلمنا عنه. انا وقفت عليه وهغير اي لون، انا اضغط بس على اللون واغيره. وفي اوبشنز كمان كتير ممكن تختار منها اللون بتاعك. تمام، انا هنا ضغطت على اللون هيغير لي الشكل اللي انا عايزه ويديني الالوان بتاعتي، ده الفول كالر. ضغطت على اللون واخترت اللي انا عايزه قابل للتعديل. جبته منين؟ حاضر يا استاذ عيد، بص كده انا وقفت على الخلفيه الاولانيه بتاعتي اللي انا عايزه اغيرها، تمام؟
او وقفت على اللير اللي انت عايز تديله اللون وضغطت. بص هنا الدايره دي كرييت نيو فول لير. واختار بقى اللير بتاعك، عايزه ساده ولا درجات ولا باترن. انا اخترت اللون الساده. شوف اداني لون تاني، اداني لون تاني، وتختار اللون اللي انت عايزه اهو وتدي له ايه الاوكي. بس انا هحذفها عشان ايه ما يلخبطناش في الصوره بتاعتنا. تمام كده، لا تحتمر يا استاذ عيد، انا معاك منه في اي استفسار. يبقى احنا كده خدنا 3 انواع لحد دلوقتي من اللير. عندي ايه البيكسل لير، وده شكله الشكل العادي بتاعه البيكسل لير سواء ده او ده. وعندي النوع الثاني الادجستمنت لير اللي اتكلمنا عنه من شويه، وادي شكله وقلنا ازاي نعمل كلابنج ماسك، ان انا عايز بس الصوره اللي تحت دي يتم التاثير عليها. وادي اللون طلع عندي، بس دي اللي خدت التاثير بتاع اللون. النوع الثالث بقى قلنا الفيل ليرز، وده الطريقه الاكثر احترافيه اللي عايزين نغير بيها لون الخلفيه، وليها اكتر من نوع. واخترنا النهارده السوليد فيل او اللون الساده. طب في حاجه تانية اسمها الفيكتور شيب لير. فيكتور شيب لير، بصوا كده احنا فاكرين ادوات الفيكتور اللي هي دي الشيب لير، ده الشيب لير تمام. اهو مثلا نختار شكل الدايره واعمل له كده، غير مكانه عشان يظهر، هو كده مش ظاهر عندي. هذا الشيب لير بتاعي، انا اخترت شكل الشيب لير ده. بصوا كده ادي اللير بتاعه تمام. شايفين العلامه اللي جنب اللير دي؟ شكل، بيقول لي ده اسمه شيب لير، ده شكل، والشكل ده فيكتور، يعني ما بيتاثرش بالبكسله. كبرت او صغرت فيه بصوا ما بيبكسلش ابدا. على فكره الشكل اللي انت بتنشئه بالادوات دي الفيكتور تول ما يبكسلش مهما كبرته. دي ادوات فيكتور، خدنا قبل كده الفرق بين الفيكتور والبكسل في بدايه المحاضرات. طب انا عملت الشكل ده، بتقولي طيب ما انت زمان عملتي تحديد، فاكره التحديد اللي عملتيه زمان كده؟ فين التحديد اللي عملتيه زمان كده واديتيله في اللير؟ فاكره عملت له كده واديت له في اللير بالكنترول او الالت باك سبيس؟ هقول لك فاكره. طيب ايه الفرق بين الشكلين دول؟ ايه الفرق؟ ده بيكسل لير وده فيكتور لير. يعني ايه؟ اقول لك البيكسل لير ده اخره كده كنترول تي، تكبر او تصغر فيه، تكبر او تصغر فيه زي ما انت عايز، فوق او تحت براحتك تمام. طيب امال اللي انت رسمتيه اللي بتقولي عليه فيكتور لير ده ماله؟ بقول لك في مميزات جميله في الفيكتور لير دي. زي ايه؟ بص الشكل ده كده، لو جبت اداه هنا علامه السهم دي، بصوا عليها كده كويس، اوريها لكم اكتر هنا. بصوا على أداة السهم دي اسمها Direction Selected Tools. معناها دي أقول لك بتيجي على الشيب، أشكال الشيب بتاعتي. بصوا يا جماعة لو ضغطت هنا كليك، شايفين النقط اللي ظهرت لي دي؟ ده أنا ممكن ألعب في الشكل بتاعي في أي اتجاه. يس yes. اديته الأمر إن هو إيه يكمل. بصوا كده يا جماعة الدايركشن، أداة الدايركشن تول دي، ضغطت كليك على الشيب أو الشكل الفيكتور اللي أنا اخترته من هنا ورحت عملت له كده. شايفين الجمال؟ شايفين المرونة في الحركة؟ يا ترى أنا أقدر أعمل كده مع الشيب اللي أنا اخترته بالبيكسل؟
اقدرش اعمل كده معاه، ده اخره كده دايركشن مفيش. شوفوا بصوا كده السهم بتاع الدايركشن ولا اي اثر، بينما على الفيكتور ادي له كليك وامشي براحتي على اي حاجه انا عايزه امشي بيها. شايفين الجمال هنا؟ شايفين التركايه الحلوه دي؟ ايه رايكم؟ طب في اداه تانية زي الاداه الشيب دي، اقول لك فاكر البنتول دي؟ اتكلمنا عنها بس ما شرحناهاش. طب تعال نستخدمها ونشوف تستخدميها ازاي. اقول لك نفس الاستخدامات اللي انا استخدمتها دي. اخفي دي خلاص. بالبين تول من الادوات برضو الفيكتور اللي بتكتب او بترسم، واختار الشيب هنا واعمل اي شكل، مثلا مثلث مربع زي ما انت عايز، اديك شكل الشيب اللي انت عايزه. هنا ارجع تاني بين تول، قول له انا عايز اختار شكل مثلث مثلا، اي شكل انا هديهوله كده، اي شكل، واشوف قبل التعديل معايا ولا لا. مثلا اخترت اي شكل وجيت على اداه الدايركشن بتاعتي كده، طبعا بل واختار لون الخلفية عشان كده ما ظهرش. نختار شكل تاني مثلا، اهو هعمل كده اهو البين تول مثلث كده. اديله اي شكل في الكلر مثلا، او اديله الباك جراوند اي شكل هديهوله. يظهر معايا بنفس الادوات اللي اخترتها من شويه. طب تعال نرجع كده للشكل ده، اهو المثلث اللي انا عملته على فكره عشان يظهر تحت الحاجات دي كلها. هاخده كده، ادي الشكل عملته بايه؟ بالبين تول. طب تعال نشوف هيقبل الدايركشن تول ولا لا. بصوا بصوا قبل التعديل ولا لا، اي كليكه هضغطها هعدل في الشكل بتاعي. يبقى انا عندي بيكسل، ادوات للبيكسل لير وادوات للفيكتور لير، وكل واحده فيهم ليها ميزه وشكل. طيب بصوا الفيكتور لير اهو بشكل المربع ده او الشيب لير زي ما بنقول، وميزته الحلوه ان زي ما شفنا قابل للتعديل عليه. تمام كده يا شباب؟ في اي استفسار في اللي فات؟ احنا حابين نعرف ليه انواع اللايرز عشان اعرف المميزات بتاعتها، اعرف مميزات الشيب لير لما اختاره وعايز الشكل الدائري ده احوله لشكل تاني جوه الرسمه بتاعتي، واعرف ان لو رسمت دايره من هنا غير لما اختارها من هنا. تمام؟ طيب النوع الرابع، احنا قلنا اربعه، النوع الخامس التكست لاير، وده طبعا اتكلمنا عنه قبل كده كتير وذكرناه واستخدمناه. بصوا يا جماعه انا اي حاجه بضيفها بيبقى لها تكست وشكل مختلف. التكست لاير لما ضغطت عليه واخترته، بصوا كده ضغطت هنا عشان اكتب، تعالى نختار مكان هنا، اختار الأداة واكتب هنا. أعمل لها ريسيت، احنا لينا فترة ما عملناش ريسيت، المفروض كل شوية أعمل ريسيت للأداة. وأدي هنا إيه؟ هكتب أي حاجة أنا عايزها، وليكن مثلا الكتابة الافتراضية دي، وزي ما قلنا قبل كده أدي الخط بتاعي، وأكبر من هنا أو أصغر من هنا. دي عرفناها المرة اللي فاتت. تمام؟ اهو. وادي الكتابة بتاعتي. ايه مميزات بقى التكست لير؟ شايفين يا جماعة أول ما كتبت ظهر لي ايه؟
ادي التكست لير بشكله علامه التي، والكتابه اللي انت كاتبها بتظهر هنا كمان، اي حاجه هكتبها هتظهر. مثلا هكتب تايمز او تايم المجله بتاعتي اللي استخدمتها المره اللي فاتت، والخط طبعا هكبره من هنا زي ما اتفقنا او اصغره بالتحديد والتكبير والتصغير. كبر من هنا، كبر من هنا، كبر تاني. طيب ايه مميزات التكست لير طيب اللي ممكن استخدمها؟ قلت لك انت لو عملت كنترول تي فاكرين وحبيت تكبر في الخط زي ما انت عايز، مش في قابليه او امكانيه ان انا اعدل، صح ولا لا؟ والخط طبعا تحطه فوق او تحطه تحت زي ما انت عايز. اقدر اكبر واصغر في الحجم بتاع الخط، وكمان اغير في اللون، في قابليه عندي لتغيير اللون اهو، واختار اللون اي لون انا شايفاه مناسب للخلفيه. مثلا اديله ايه؟ لوكي. طب اشكال اللير يا جماعه وضحت لنا كده؟ وضحت لي ولا مش وضحت لي؟ تعال نسترجع الالوان من الاول كده. ده بيكسل لير، وده سوليد او فيل لير، وده الشيب. احنا عرفنا دلوقتي خلاص هنعرف اشكال الشيب او الشكل اللي بتضاف على اللير، لير شكل، وده طبعا في الكالر، وده الشيب من الاشكال اللي استخدمناها. حرف التي ده معناه ايه؟ كتابه او تكست. دي كتابه او تكست على فكره، ضاعت من تحت. ادي كلمه تايم بتاعتي، وادي ايه؟ الصوره البيكسل لير، وده طبعا الادجستمنت لير اللي اتكلمنا عنه. ايه رايكم يا شباب؟ في اي حاجه في اللي فاتوا كده؟ اتكلمنا على كم نوع من اللايرز؟ فكروني كده سريعا يلا. خمسة فعلا، خمسة يا مس ولاء، خمسة يا هبة. أيوة التكست في اللير والفيكتور، وإيه تاني؟ والشيب لير والبيكسل لير قلناها، والتكست لير والفيكتور. تمام، الله ينور عليك. والأدجستمنت لير. لا تمام تمام الله ينور يا جماعة. شفت لما ضغطت على الشيب لير حبيت اغير اللون بتاعه، اداني قابليه للتعديل ولا لا؟ اداني قابليه للتعديل. ده دليل على ايه؟ ان انا ممكن اعدل في اللون زي ما انا عايزه، وطبعا قابليه للحركه اهي والمرونه، وكنترول تي، وظهرت لي النقاط اللي انا بستخدمها وبوسع واكبر فيها براحتي. وأدي الشكل اللي أنا عايزاه للغلاف بتاعي. طيب تمام، بصوا معايا يا شباب، في لير تاني اسمه السمارت أوبجكت لير. اللير السادس بتاعنا سمارت أوبجكت لير. سمارت أوبجكت لير ده ليه مميزات حلوة خالص غير البكسل لير. طيب ورينا شكله ايه ده؟ لك مثلا انا جبت صوره داخل الصوره بتاعتي دي. بص يا جماعه، اوبن بفتح صوره لوحدها، تحلي لوحدها الصوره دي. يعني مثلا دي قلت اوبن، واي صوره من الصور اهي مثلا وقلت لها اوبن، لقيت فتحت في مكان لوحدها بليرز خاصه بيها. طب انا عايزه افتح صوره على الصوره دي، هقول له ايه؟ فايل
place by place، وادخل الصوره اللي انا عايزاها ايا كانت، مثلا هي نفس الصوره كده، واقول لها ايه place. شفت الصوره جت على الصوره بتاعتي. محفوظ خالص عشان اشوف الصوره بتاعتي اللي انا عملت لها بليس. تمام، حاضر. بص يا استاذ عيد، انا قلت ايه من شويه، لغيت خالص. انا لو حابه افتح صوره في مكان تاني هعمل فايل اوبن، وافتح اي صوره في مكان تاني واقول لها ايه اوبن، هتتفتح لي في واجهه جديده وليرز جديده. طب انا حابه الصوره دي اضيفها على الصوره اللي فاتت، الصوره بتاعتي دي حابه اضيف على الصوره دي او المجله بتاعتي دي اضيف عليها صور تانية، هعمل لها ايه فايل بليس، واضغط على اي شكل انا عايزاه واقول له ايه بليس، يعني اضيفها لي هنا، اضافه الصوره هنا عندي. شوف الصورة يا جماعة لما بقيت تحت الكلابنج ماسك هنا، خدت الخلفية باللون بتاعها، بس أنا هطلعها فوق أهو، نزلي لي خالص. أنا عايز الصورة بتاعتي لوحدها. هرتب طبعا الصور بتاعتي وأحطها خالص، أرفعها فوق خالص عشان تاخد الوضع بتاعها. ده وطلعها فوق كده. حطها على الصورة. كنترول تي الصورة. لكن من هنا معايا النهارده طلعها المفروض فوق هنا، اهي ظهرت لي، واعمل لها ايه كنترول تي. بصوا كده يا جماعه، ادي الصوره اللي انا خدتها او ضفتها عندي. شايفين الشكل ده؟ شايفين الشكل ده؟ ده شكل السمارت، اهي مكتوبه تحتها سمارت اوبجكت لير. يبقى السمارت اوبجكت لير ده بيجيني منين؟ من اني افتح صوره داخل صوره. طيب هتقول لي ايه الميزه بتاعت اللير بتاع السمارت اوبجكت لير ده؟ اقول لك، اولا قلنا قابل للتصغير والتكبير من كنترول تي زي ما عملناها من شويه اهو. طيب ايه تاني؟ ان اقدر انزل الصوره دي داخل صوره تانية بسمارت اوبجكت. طيب حبيت اختار صوره زي دي، تمام، خدتها معايا تاني في الخلفية بتاعتي، تمام يا جماعة، ده بيكسل لير، تمام. أمشي الصورة دي كده وعايزة أعمل حاجة في الصورتين اللي قدامي دول، أشيلها خالص. إحنا عرفنا دلوقتي السمارت أوبجكت لير بيجي منين. بصوا كده معايا، انا البنت دي او الشكل ده هعمل منه نسخه ثانيه، تمام. الاثنين دول شكلهم بيكسل. طب انا لو ضغطت كليك يمين وقلت له كونفورت سمارت اوبجكت، حولت فيهم واحده لسمارت اوبجكت اللي هي دي، بقت سمارت اوبجكت، ودي لسه زي ما هي بيكسل اوبجكت. تعالوا نشوف بقى لو عملت تعديل على الاثنين ايه الفرق بينهم بقى. بصوا كده، لو ضغطت هنا كنترول تي شايفين دي؟
يقول لي 100%، اقول له عايز اخليها اصغرها مثلا ب 15 10%، احفظ كده اقول له عايزها 15%. بص شكلها بقى ايه، 15% اهي صغرت تمام. طب تعالي عندي دي برضو وعايزه كنترول تي، قلت له عايزه دي كمان تبقى ايه 15%. الحجم الاصلي المفروض 15%، تمام يا جماعه؟ الحجم بتاعها الاصلي 15%. بصوا كده، دي البيكسل ودي الفيكتور. انا عملت شغل لعميل او عملت بوستر وصغرت الحجمين دول، راح اقول له لا الحجم ده صغير كبره. جيت عند البيكسل بقى وجيت اكبره وقلت له كنترول تي، يا شوف اللي حصل، بيقول لي انت وقفت خلاص عند 100% دي بتاعتك، انت اخرج كده وخلاص مش هتزيد تاني. البيكسل لير اخره كده، انت وقفت معايا، طب ما تيجي نكبر يا عم، انا عايز اكبر ماليش دعوه بيك، هكبر له كده وهعمل كده هعمل كده. اقول لك باظت يا باشا، باظت الصوره، بكسلت الصوره، بكسلت. شايفين البكسله؟ لما اديها اذن بالتصغير واكبرها لما تكون بيكسل بتبوظ في التكبير. اها شوف، كل ما تكبر اكسلت خالص، باظت يا باشا ما تنفعش تاني. قول لي امال التانية، طب السمارت دي، السمارت لو حبيت اكبرها اقول لك تعالى اوريك الميزة بتاعت السمارت دي. بصوا كده هنا، ضغطت على السمارت قلت له كنترول تي، شايفين النسبة اهي زي ما سبتها، عايز ارجعها 100% هرجعها تاني، رجعت زي ما هي سمارت، وتكبر وتصغر فيها براحتك. شايفين الجمال؟ يبقى هنا ايه الفرق بين السمارت والبيكسل؟ شفت الفرق بين الاتنين؟ لما اديتهم امر بالتصغير وبعد كده رجعت كبرتهم تاني كنترول تي، وادي البيكسل يا عم اللي كان معايا من شويه، شايف الشكل باظ ازاي؟ شايف شايف السمارت ده ميزة جميلة في الليرز، تحفة تحفة في الليرز. بينما البكسل شوفوا لما كبرتها بعد ما اديتها أمر التصغير، للأسف الصورة باظت وغير قابلة للتعديل. تقولي طب أنا لما بعدل على شكل البكسل أعمل إيه؟ أنا دلوقتي بالسمارت وأنا عايزة أعدي في شكل البنت دي. لك بص يا سيدي، شايفين البنت جنبها علامة إيه؟ علامة سمارت. ندخل كده دبل كليك، وادي البنت بتاعتي، عدل بقى براحتك يا عم في البيكسل اهو. تعال نجيب لون هنا مثلا اسود اهو، اوكي، واعمل ايه، اجيب مثلا فرشة برش تول، وعايزة ايه خلي اللون ابيض، قول هنا ايه اغفيلي الاول عمل زي ما اتفقنا، وقف هنا وقول له هنا ايه عايز اخفي اي جزء من البيكت بتاعتي، كون بيكسل لير وقف عليه، واجيب البروش تول وايه اخفي او اظهر زي ما انا عايزه، عكست الالوان هنا وجبت الابيض مكان الاسود في العلامه دي. بصوا كده يا جماعة، عايزة أخفي، عايزة أظهر، عايزة أي حاجة أعدل عليها في البنت دي أهو. فرق التفاصيل مثلا بالأبيض، عملت أي تعديل هنا، أي تعديل أيا كان التعديل إيه، وقلت له إيه
بتاعي صيفت الشكل بتاعي. صيفت الشكل. طب تعالى نرجع هنا الصورة الأولانية بتاعتي. خلاص هرجع للصورة الأولانية بتاعتي. المفروض أنا مديها اسم. شايفين يا جماعة؟ أي تعديل عملته على الصورة لما دخلت واديتها سيف اتغير التعديل على طول في الأصل بتاعي. يعني أنا هنا سمارت مش هلعب فيه، هدخل على المربع ده ألاقيه اتحول لي الصورة بتاعتي للبكسل الأصل بتاعي، وأعدل فيها زي ما أنا عايزة وأعمل سيف هلاقيها اتسيبت بالشكل الأصلي بتاع المجلة بتاعتي. أنا عملت سيف للتعديل. أرجع تاني. بعد ما طبعا رجعت للتعديل أدي لها فايل سيف، رجعتها لأصلها تاني. أي تعديل هعمله هدي له سيف هيرجع للأصل بتاعه. إيه رأيكم في السمارت أوبجكت لير؟ ايه رايكم يا جماعه في سمارت اوبجكت لير؟ في مميزات حلوه كتير هنكتشفها واحنا شغالين عليه. تمام يا مس دعاء. انا كده فعلا 6 انواع. ايوه تمام. طيب الصورة اللي جبتها بتاعتي من شوية، لو قلت فايل اوبن وجبت الصورة مثلا بتاعت البنت دي لما كنت استخدمها ودخلت عليها كده وقلت لها ايه اوبن، فاكرين الماسك اللي كنا بنستخدمه؟ فاكرين الماسك اللي كنا بنستخدمه قبل كده؟ طيب بصوا كده، انا حبيت اعمل سيلكشن للصورة دي زي ما عملتها من شوية، وعملتها سيلكت وقلت له ايه سبجكت. تمام مختارها طبعا ايه، اختار هو الشكل الأولي للسيلكت. السيلكشن كان في بدايته قبل الكلامينج ماسك ده أو قبل الماسك بتاعنا. شايفين العلامة دي؟ شايفين العلامة دي؟ لو ضغطت عليها كده عمل لي إيه؟ عمل لي إيه يا جماعة؟ فاكرين الشكل ده؟ عمل لي إيه؟ عمل لي ماسك. الشكل ده عمل لي ماسك. طب ثانية كده هرجع تاني كنترول زد، اختار مثلا اللون ده يكون احمر واللون ده يكون اي لون اخضر وادي له الاوكي. بصوا كده انا لما عملت العلامه دي وضغطت عليها اسمها كويك ماسك، ضغطت عليها كده بصوا ايه اللي حصل في الالوان. ده اديتني لونين ابيض واسود، اديتني لونين ابيض واسود. طب ايه تاني؟ الخلفيه بقى لونها احمر كده ليه؟ اقول لك ده ماسك يا استاذي، الماسك اللي خدناه قبل كده. طب الماسك المره دي فين الادوات بتاعته؟ مش شايف ريفاين ولا الحاجات دي. اقول لك بص الماسك المره دي بيكون بايه؟ بالفرشه. بالفرشه
الفرشة بتاعتي عندي لونين، أنا ده التحديد بتاعي، عنده لونين. اللون الأسود بيعمل إيه؟ بص كده، اللون الأسود بيزود المساحة اللي بتتمسح. أنا عايزة أمسح المساحة دي، هقول له إيه باللون الأسود؟ شيلي الحجم ده أو شيلي الحتة دي. شايفينها؟ الأسود كفرشة بيشيل من السليكشن. ظهر يا جماعة. اللون الأسود بيشيل من السلكشن، من التحديد بتاعي. طيب اللون الأبيض، اللون الأبيض بيعمل إيه؟ بص، أنا لو عكستهم واستخدمت الفرشة كلون أبيض، هرجع التحديد تاني، يعني أنا بزود مساحة باللون الأبيض، مساحة التحديد. عكسها بشيل الزيادات باللون الأسود. دي بيستخدم بقى معاها إيه يا جماعة؟ الفرش. شلت أي زيادات، بستخدم هنا في التحديد إيه؟ الفرشة بتاعتي. واضح يا جماعة هنا؟ شكل التحديد بقى ايه؟ لو خفت كده، بص التحديد بتاعي، هات التحديد بتاعي بالشكل اللي انا عملته ده، الجزء اللي اتحدد اهو. بس المرة دي استخدمت ايه؟ الفرش بالستاندرد مود دي، الايديت مود دي، اهي اداة دي خليتني استخدمت الابيض والاسود كزياده في التحديد او تقليل في التحديد. ظهرت لي التحديد بتاعي اهو. ايه رايكم في السلكشن؟ وظهر جنبيها اللير اللي قابل للتعديل عليه. طيب، في حاجة حلوة عايزة أفرجكم عليها. أنا عندي هنا طيب أوبن، عايزة أعمل حاجة حلوة دلوقتي أفرجكم عليها بالأداة دي. أجيب مثلا هنا إيه؟ الصورة دي. تمام. أجيب صورة تانية، وليكن أي صورة برضو، لتكن الصورة دي مثلا بعمل لها إيه؟ تمام يا جماعة. تمام، خدت الصورة دي، بصوا كده معايا، حطيتها هنا وعملت لها كنترول تي وكبرت فيها براحتي زي ما انا عايزة. شايفين طبعا ان انا عاملة برواز وعايزة اخلي الصورة دي على قد البرواز. تعمليها ازاي؟ بص كده، ادي الصورة التانية جبتها على الصورة. تمام يا جماعة. تمام. طيب، وجيت بأداة السليكشن ريكتنجل. الأول عايزة أخلي الصورة دي يظهر اللي تحتها إيه؟ هخفف ال بوبستي بتاعي، مش هلعب في الفوق، أنا عايزة الصورة الفوقانية، هعمل لها إيه؟ هخفف البوبستي بتاعي. أنا المفروض واقفة هنا يا جماعة، وأخفف البوبستي بتاعي. واقفة هنا، هضغط على البست بتاعي، بصوا كده،
عملت ايه؟ شفت الخلفية اللي من ورا اللي انا عايز احدد عليها برواز الصورة، تمام، وجبت اداة السليكشن دي وعملت لها كده. انا عايزة الحجم ده بس، وجيت ضغطت هنا وظهرت طبعا ايه الاوبست بتاعي. ايه رأيكم؟ عملت برواز للصورة أو دخلت الصورة جوه البرواز. معايا يا جماعة ولا عيد تاني؟ تاني. أنا كان عندي صورة، تمام، وده برواز، عايز أحط الصورة دي جوه البرواز. أحط الصورة فوق كده وأديها الحجم اللي أنا عايزاه، كنترول تي، وأكبر فيها براحتي، تمام. طيب انا هقلل من الاوبستي بتاع الصوره عشان اشوف الخلفيه اللي وراها اللي على اساسها هعمل التحديد. لماذا بيظهر لي البرواز اللي تحت اهو، واخد اداه السليكشن احدد انا عايزه الحجم ده او المساحه دي بالظبط. تمام يا جماعه، واديت هنا علامه ايه الصورة بقى، هوضحها، هرجع لتوضيح الصورة واشوف الصورة بتاعتي اتحطت في البرواز زي ما انا رسمها. بص كده، ده انا كمان السليكشن بتاعي قابل ان انا اعمل عليه ايه كلابينج ماسك. انا لو في ماسك ومختاره هيديني الشكل اللي انا عايزه. الصوره عايزه اعيد تحديد الخلفيه، اقول لك بص اهو الشكل بتاعي، وعايزه ابهت اللون اكتر طبعا عشان اشوف الخلفية اللي هحدد عليها أو البرواز عشان أحدد عليه، أختار الشكل اللي أنا عايزة أحدده على قد البرواز اللي أنا عايزه. طبعا إحنا ممكن نعدل فيه كده وأديله إيه. انا عملت له ديليت، كنترول زرت معاه، خلاص خد الماسك بتاعي الشكل اللي انا عايزاه او التحديد اللي انا عايزاه. ارجع الاوبستي لشكله طبيعي، وطبعا هتكون اكثر دقة معاك انت في التحديد بتاعك. دي ازاي انا دخلت صورة جوه برواز معين باستخدام الأداة بتاعتي اللي هي دي Add layer mask. ايه رأيكم؟ حلوة الحركة دي؟ في أي استفسار في الجزء ده يا جماعة؟ في أي استفسار؟ هنجربها إن شاء الله كتير في أكتر من شكل حتة البرواز دي. طيب إحنا قلنا من شوية الماسك أنواع، فاكرين الكلابينج ماسك اللي حطيت ما بين الاتنين اليارين وألت وعملت حاجة اسمها كلابينج ماسك، فاكرين؟ اللي هي عبارة عن إيه؟ إن أطبق الشكل بتاعي في الادجستمنت على الصورة اللي تحته بس، ده نوع من أنواع البيكسل لير أو بيكسل ماسك اللي إحنا اخترناه من شوية.
طيب تعالى كده، في حاجة عايزين نجربها تاني، نوع من أنواع الماسكات الجديدة. هاخد هنا open وافتح حاجة جديدة، التليفون ده مثلا. فاكرين الريفاين ايجي اللي اتكلمنا عنها من شوية، والسيلكت اند ماسك والحوارات دي؟ تعالوا كده نجربها هنا تاني. انا عايزة اعمل تحديد للشكل ده من الخلفية دي. طيب تعالى كده نعمل السيلكت، واقول ايه اوبجكت او باي اداة من الادوات بتاعتي. عملت لي تحديد. طيب تعالى بقى نعمل له select and mask، واقول له ايه select and mask. هنا طبعا لسه قايلينها من شويه، الخلفيه لونها اورنج والاوبست بتاعي مش واضح فيها، ما تغير طب الخلفيه زي ما انت عايز وظبط اللون اللي يناسبه. قول له اوكي ويلعب في الاوبست بتاعك لما افتحه زي ما انت عايز. تمام. الريفاين ايدج بتاعتي طبعا عايزه اكبر زي ما قلنا عشان الشغل بتاعي يظهر لي، واخد الريفاين ايدج وامشي. عايزه اصغر الاداه دي عشان ما تاخدش اكتر في الشكل اللي انا عايزه اختاره. بس كده يا شباب. طبعا مش هقول لكم طبعا الاداه دي عايزه ايه طول بقى، تدخلش جوه تختار بس ايه الاطراف. أداة دقيقة جدا وجميلة، بس عايزة طولة بال، طول بالك عليها وتستخدمها بالراحة على كل الأطراف. اللي خدت بذور الشعر من تحت. المفروض أنا طبعا همشي على الصورة كلها بتاعتي. أضبط اللون فيها. تمام. ماشي. طبعا الألوان اللي ملهاش لازمة أهي أمشيها أو أزودها زي ما أنا عايزة. الإنجز بتاع الإضافة. هنا لو عايزة أظهر وأخفي الألوان اللي أنا اتكلمت عنها المرة اللي فاتت أهي، بصوا بتخفي الحاجات الحمراء اللي من فوق دي، شفت الحاجات اللي كانت باينة دي؟ دي بتخفي الإيه؟ الألوان الضارة اللي قلنا عليها قبل كده. وجيت أنا هنا المرة دي، المرة اللي فاتت قلنا إيه؟ نيو لير، بس المرة دي هختار نيو لير ويز لير ماسك، واديله الاوكي. بص بقى يا باشا اللي ظهر لي ده، انا ظهر لي لير ماسك جنب الصوره بتاعتي. طب ايه فايدته ده؟ اقول لك انت لو عايز تعمل تعديل تاني، انا عملت في اول مره اللير ماسك الجديد ده نيو لير تعديل مره واحده وخلصت. لا ده انا نسيت حاجه عايزه اضيفها في التعديل التاني، هلاقي عندي حاجه اسمها ايه؟ نيو لير جديد. ده اللير ده كمان بصوا لما ضغطت عليه اداني ماسك جديد قابل للتعديل. تزود تضيف بقى انت براحتك على الصورة بتاعتك.
تزود تضيف تمسح زي ما انت عايز. الأداة اللي قلنا عليها قبل كده طبعا، سواء بتمسح أو بالألت بتزود زي ما انت عايز تعدل في الصورة بتاعتك. عايز احط هنا زيادة، عايز امسح الاطراف دي، انا الحتة دي زيادة عندي عايز امسحها، اي حاجة انت عملتها تعديل. بصوا كده اي تعديل عملته، مثلا زودت نقصت. انا عايز اوريك بس الفرق بين الصورتين. بصوا كده عملت هنا تعديل، مثلا شلت راسي شلت ودان وعملت له ايه ماسك واديته ده. بصوا قبليه كمان لايه، لو قلت له وز لير ماسك هيبقى في قابلية تانية وتالتة للتعديل. شفت دي يا جماعة؟ شفت الحركة دي؟ يبقى أنا هنا لما قلت وز نيو لير ماسك أو وز لير ماسك إداني قابلية للتعديل. خد التعديل الأول أنا أهو، لو حبيت أخفي أظهر ده وأخفي ده، أدي التعديل الأول. حبيت اظهر ده بالنسبة لي، ادي التحليل. ايه رأيكم يا جماعة؟ الماسكات هنستخدمها على طول، نستخدم الأداة بتاعت الريفاين ايتش، واستخدم المرة دي خلاص بقى مش هنستخدم نيو لير، هستخدم زي كل مرة الايديتابل لير ده القابل للتعديل، واعمل ماسك واثنين وثلاثة وامسح واضيف زي ما انا عايز. امسح اضيف اي حاجه انت عايزها، وكل مره قابل للتعديل. انا استخدمت الاداه دي بالالت سواء عشان امسح ومن غير الت طبعا هزود فيه زي ما انا عايز. وديته ايه نيو لير وز لير ماسك قابليه للتعديل، وديته الاوكي، وكل مره بيديني قابليه للتعديل عليه. ايه رأيكم يا جماعة في الحركة دي؟ ايه شباب معايا ولا فين؟ الماتش خلص معايا ولا فين؟ طب فاكرين اللون الابيض والاسود دول معناهم ايه؟ ان انا ممكن استخدم برش ان ازود او انقص، بس مش عايزه تاني انا ماسكات، ان ازود او انقص ايه الشكل بتاعي. لما جبت البنت من شويه، نرجع للبنت الاولانيه بتاعتنا، الخلفيه بتاعتها واضحه وجميله. مثلا دي البنت دي كالعادة أعمل لها تحديد select by subject كتحديد أول. أنا عملت كده، شايفين إيه اللي ظهر يا شباب؟ شايفين إيه اللي ظهر هنا؟ التحديد بتاعي ظهر باللونين الابيض والاسود. طيب فاكرين الابيض كان بيعمل ايه والاسود كان بيعمل ايه؟ حد يفكرني كده، الابيض بيعمل ايه في التحديد والاسود بيعمل ايه؟ ده نوع من انواع السليكشن. الابيض بيعمل ايه؟ بيظهر اكتر في التحديد. يعني الحته دي ما كانتش محدده، عملتها بالابيض كده. شوفوا بص هنا التحديد زاد ازاي، الابيض بيزود مساحه التحديد اهي. انا بستخدم بروشات وفرشاه النهارده، بيظهر التحديد اهو. بصوا يا جماعة في اللير الجديد ده، بصوا كده خدت الحتة الزيادة
اللي انا عملت لها اللون الابيض. الاسود بقى يا استاذ عيد هو اللي بيخفي. هرجع تاني كده للماسك بتاعي واختار اللون الاسود، هعكسها كده بالبرشاية واختار ايه البرش بتاعتي، وادي اللون الاسود. بص الاسود شال الحتة اللي انا حددتها خالص، بص كده. يبقى لما اختار علامة او اداة الماسك من هنا بتديني اتاحة للفرشة باللونين الابيض والاسود. الابيض بزود مساحة السليكشن، الاسود بشيل الزيادات من السليكشن بتاعي. شوفوا يا جماعة مسحت خالص، عايزة امسح في الصورة، هاخد من هنا كده ايه، بقلل السليكشن باللون الاسود. خفيت الجزئين. وظهرت طبعا في السليكشن بتاعي. زي ما انت عايز تخفي او تظهر الجزء اللي انت عايزه، وتاخدها تحطها في المكان اللي انت عايزه برضو زي ما انت حددته، عايز تحطها في اي مكان، هنا او هنا او هنا. كنترول تي وكنترول زيرو عشان اشوف قدام التصغير بتاعي، وهي الصورة بتاعتي. لاحظتوا ايه يا شباب؟ حد لاحظ حاجة هنا؟ حد لاحظ حاجة هنا؟ مش لاحظ اي حاجة؟ محدش لاحظ اي حاجة يا جماعة؟ انا لما خدت البت خدتها لوحدها ولا بالسلكشن بتاعها؟ ده انا في كل مرة البنت عايزة اعدلها، الولد عايزة اعدله، كل واحد فيهم ليه تعديله على اللير بتاعه. شايف اللير بتاعه ده جاي معاه لير التعديل اهو، عشان لو حبيت اعدل فيها تاني في الصورة وامسح وازود، حتى اعمل لها كلابنج ماسك هنا او اعمل لها لير ويز ماسك اهو. بصوا كل واحدة من دول قابلة للتعديل عليه، مش لوحدها. لا مش لوحدها، ليه الماسك بتاعها اهو، الماسك اللي جا معاها اهو، ما خدتهاش لوحدها انا، انا خدتها وهي قابلة للتعديل عليها كصورة. تمام يا شباب. طب ندي مثال اخير مثلا لحته البروش والإظهار والإخفاء. هفتح حاجة جديدة تاني. صورة وهي في مثلا صورة الوردة دي، أقول لها إيه أقلب وأكريت أي ليول وأديله مثلا إيه مثل. إذا اللون ده مثلا يتغير أو اللون ده يتغير مثلا، خليه أسود وأديله أوكي. الأحمر أغيره برضو أي لون أنت عايزه. وكريت لير جديد وأديت له إيه الشكل بتاعي زي ما يكون مثلا. هذا اللون بتاع الشكل اللي انا طيب بصوا معايا كده شكل الوردة دي. تمام، انا عايزة الوردة دي اظهرها، اعمل لها هنا ايه؟ لا لما عملت كلابنج ماسك هنا للوردة عملت لها البوست بتاعها كده كده، واخترت بالسليكشن مثلا
أول هعمل سيلكشن للوردة دي بأي أداة من الأدوات، وليكن مثلا البوك تول، واختار الجزء ده مثلا. تمام، اخترت انهي جزئية فيهم، الجزء ده وبهت الصورة كده. يظهر لي ايه؟ الخلفية بتاعتي لونها أكتر طبعا من الوردة. امسح الحاجات دي كلها. حطي السليكشن بتاعي الوردة دي مثلا. اوكي. وصغر الأداة زي ما أنا عايزة. عشان السليكشن بتاعي صغرها تاني. سلكشن ادخل سلك، تعمل الاول وحدد الجزء بتاعي ده من الورده. دي لو قلت مثلا كده كده المفروض كل فترة أعمل ريست تول عشان خاطر الأداة اللي بتعلق معايا دي. تمام، وأصغر وأكبر الكروش زي ما أنا عايزة كده، وأعمل سيلكت لأي جزء أنا إيه عايزة. صغر البروشية بتاعتي. كل الأدوات دي يا جماعة نظام بروش، يعني فرش أختار بيها. بصوا كده وأصغر زي ما أنا عايزة أهو. وقفت طبعا اشيل الزيادات. استخدمنا ادوات كتير عشان كده هنجد. تمام، لو عملت لها كنترول جي ايه اللي حصل؟ انا خدت الماسك بتاعي اهو، خدت اللير بتاعي الجديد اهو وظهر لي هنا، والخلفية عملت لها اسم أو الإفست بتاعها 100% هنا. أنا كنت لعبة في الخلفية بتاعتي ومغيرة. قولي في حاجات هنا ظهرت زيادة وفي حاجات ظهرت ناقصة، فاكرين اللونين؟ تعالى بالبرش، وأنت اللون الأسود تعالى هنا صغر الأداة بتاعتك أهو. وريني بقى الأسود بيعمل إيه. الأسود كان بيعمل إيه يا شباب؟ فاكرين؟ فاكرين الأسود كان بيعمل إيه؟ حد يفكرني؟ بيعمل إيه؟ بخفي، بخفي الزيادات بي. اللون الأسود أهو واقفة على اللير بيكسل بتاعي القابل للتعديل. لما وقفت هنا ما كانش قابل للتعديل لأنه مش بيكسل، إنما هنا بصوا لما وقفت هنا مسحت الزيادات باللونين بتوعي الابيض والاسود اللي اهو قدامي اهو. انا عندي هنا ايه قابليه ان انا ازود بالالوان بتاعتي الابيض او الاسود. تمام يا شباب، في اي حاجه في الجزئيات اللي فاتت دي؟ طيب
ايوه مس دعاء، الابيض بيزود المساحه بتاعه السلكشن، والاسود زي ما قال الاستاذ عيد بيخفي مساحه السلكشن. دي نوع من الانواع اللير ماسك يا جماعه، واحنا بناخد حاجات كتير عشان نختار منها الحاجه اللي تناسبنا في الاستخدام. بس اللي اتكلمنا عنه النهارده اكتر اللي هو ايه، الماسك الجديد بتاعنا النيو اللير اند ماسك، اللي قابل للتعديل مرة أخرى زي ما خدناه في الصور بتاعتنا بتاعة الولد دي. بقى أعدل مرة اتنين تلاتة أربعة، دي الحاجة الحلوة بقى، ما اخترتش نيو لير بس لأن التاني ما فيش قابلية للتعديل عليه. مش عايزة أطول عليكم أكتر من كده عشان شبابكم بتقولوا المحاضرة دسمة، وإن شاء الله يا رب كده تكون استفدتوا بالمعلومات اللي خدناها النهاردة. عايزة النهاردة نغير شوية في التاسك بتاعنا، عايزين نستخدم الحاجات اللي احنا استخدمناها، الشيب والليرز اللي خدناها دي كلها، احنا خدنا أكتر من لير، خدنا 6. عايزين نطبق حاجات جديدة غير اللي فاتت دي يا جماعة بالاستخدامات اللي احنا ايه خدناها دي كلها. عايزة كل جديد كل مرة ناخد حاجة جديدة نطبقها عشان ما ننساهاش ونمشي إيدنا عليه. وأتمنى يا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.